بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله تعالى في جميع بارك الله تعالى في جميع مقاصدنا ومقاصدكم. هما باسي مجاز وانيا لبيش وباسي مجاز مع بوكدي تقسيم مجاز مع كل وطبعاً مجاز وانيا شيء يا العقلية اللغوية فاهم كل شيء عقلي كمان باذكر كوت ما عقلي كل شيء عقلي كأوي كوا بعقل عقل مع عقل ذهن بقى باك مجاز نسبة الأمر إيه إلى شيء إلى غير ما حق وينسب إليه وكون نسبة فعل ولا شيء يا منا فعل ولا شيء أوي ما نفعل أوي بهم اللغوي واللغوي شيء هو لغوي أوي كوا نسبة بدري بودا يشتكي نعم لفظك أريد به لازم معناه لوزك خودي معنى أصدقائي من وزنية معنى غير أصدقائي معنى ما بس أمجا عليه همية كيه أمجا دوايا ودابا شكل مجاز معنية مجازي لغوي بودو بش وتي شيو شيا يا عقلي يا حسي نعم وذلك إما مفرد أو مركب أوه غريب الله إما مفرد أو مركب وتي مجاز دو باش يا مفرد يا مركب مفرد يعني شيء كلمة كواتم مستعملة في غير ما وضع له في اصطلاح به التخاطب لجهة مع قرينة مانعة عن إرادته وابو أم جاد وهي ودي يتسد شيء سد مركب مركب كام أبو مركب أو مركب ما نخلو مركب ما نخلو وانيا لبيني أوايا والمفرد باشا أم جاد ما مصا والمفرد والمركب دايبرام والمفرد والمركب كل منهما إما مرسل إن كان مرسل إما جهته غير المشابهة إما مرسل إن كان الجهة غير المشابهة وهذه الجهة على أنحاء شتى أم جاء موسى إيش تجي تلمع بوكا لدواء كباسي تقسي مكاني مجازي بوكد كمفرد ومركبة بس باسي لباسي مركبة نها تفصيل لها مركبة كباسش ودوائي لباسي استعارة دي بما باسك لدوائية باشا ويلة لا تأخيري كن أم جاء عليه همية كلا مجاز كم مركب به كم مفرد به هل كا طبعا مفرد معنى يعني كابن بيشواني مركبة أو لبير معه وانيا كأطماع مفرد يعني بيشواني كي يعني مركب نبي وابرام أم جارا فلمي حموية كي لم مجاز مفرد ومركبة أبي بدو بشو أبي بشو بشو إما مرسل وانيا يا مجاز كي فلم مجاز كي مرسل وإما استعارته يا شيء يا استعارة وبشكتي لدوائية كابو همية كيك لما جاز شو مركب يا شو مفرد يا ببدو بشو بشي كيان بيو ديشي إما مرسلون بيو تي مجازي كي مرسل باشا بو شي بيو دي مجازي مرسل بو شكاتي بيو دي مجازي مرسل إن كانت جهته غير المشابهة دي هر كاتي على أقل نواني معنى مجازيكم معنى حقتك مشابهة نبي أي شي بي مشابهة نبي أي شي بي ها أي شيء به سبب يد به وانيا تسمي كل به اسم جزء به جزء به اسم كل به وانيا باعتبار معال به باعتبار مسبب به باعتبار زمان به باعتبار مكان به أكابولم علاقة كشيء به علاقة لنماني مشابهه لنماني مجمعنا مجازكم أنا حقتك يا علاقة مشابهة نبي أي علاقة مشابهة ورجع باستعارة باستعارة كابوك إما بعضك إن ربي علاقة مشابهة نبي كعلاقة مشابهة نبي أي علاقة كشيء تربيه أو علاقة كانت غير مشابهة بريتية اللي تكمل علاقات ترمان هي زيادة زنان دي من زكي بيز بو بيسبين تاتسي علاقاتش بعضك إن كتوزك عم جابيه كان يرى إن شاء الله باشا جا كوتي بوشي بيلن مجازي مرسل أما عن بوشي ناي مرسلة أقدر يا معنى بيرسن وعنيه بوشي بيلن مجازي مرسل وانيا طبعا ما مصاب ناسين مجازي مركبي بونا كدين مجازي مركب كعمة تاني مجازي مركب بريتية لا مركبه كي مستعمل في غير ما وضعت له جملة كا رسته كا بكاري هنا وبراني معنا كيف هو بكاري نه هنا حالي بلا كم لقالوا شا قرينيك ما هي كواء القرينة في ما دقينا شيء كأو معنى على وي كمان أصدقائي خو ما بس بيه ما بس ما بيه شيء ما بس ما بيه معناه كي ترى وايا كادك توما صنعلي بكاب لرسجشونك عليه في الصيف ضيعت اللبن أم المنية
ما اسمه كمان حق تكي خوينا شو بس كان تو كذا بكاري هني أصلاً زستان مثلا هاينية كأمو دارك هيك أما بس بيشيا لازم معناه كيتي كبريتيا لو يعني إيش كذا دمك هيتو كذا فوت عندوه دمك زرر كذا دعوة تعظ ما زرر تعظنية واضح بلاكم كابو أو بيت مجازي مركب جا مركب كابو بيت شواني مفردة هو تقول الزعني أم جهتي كما مصلي لدى باصيكا ناوينا بمجازي مقصوتي علاقة مشابهة نبي حالي بلاكم بو شي بيت مرسل بو بيت مرسل ها شو كالبر أوي علاقة لنواني معنى مجازي كما نحقتك يشدنيه كراوية صلقه كراوية أقول جد دهان شو العلاقة المسكة حصر نكرة ولا علاقة ديواني معنى حقتك ومعنى مجازك اللي يشتها أقول ليش تبغى مرسلنا وين هاي مرسلة يعني نيواني مجاز معنى حقتك ومعنى مجازي كراوية أقول جي بيوندي كي نيواني أنت نشتكي جواز به رونا براكم جاوتي إن كانت جيتو غير المشابهاتي كاتي مرسلة قال هاتوا على أقل إني ما يمشابه مجازي وحقتك يا شيء مشابهة نبي أي مش طبعا مشابهة يعني شيء مشابهة يعني شيء يعني اللي يكشوني وقتها هل كان هابجنا بالنحلة تكا بلا ما غيب يعني مشابهة يعني شيء يعني مشاركة شتيكي تلا شتيكا لحلة تكا هل كان هابجنا بالنحلة تكا وهذه الجهة على أنحاء شتى أم على قيج لني معني معنى مجازي معنى حقتي يا شيء كومرك على أنحاء شتى كومر جهتي زور جوازه أنحاء يعني أنواع أنحاء يعني لا ين لا وات أم جهة أم لا ينك مشابهني لأن ماني معنى مجازي معنى حقيقي لسرت شنجورك جواز جوازه كزنايان دبرن دلين زناني أهل بلاغة دلين بيجوري استقراء كجراوين إما دقنجي بيستو بينج علاقاتها بيستو بينج علاقاتها يك لو أنا مثلا بريني سبب بس مسببه سبب كبعض المسببين مسببه وكون راعينا الغيثة يعني إذا كنا راعينا الغيثة يعني هي ماشي ما ببران ببران مكولين ربما روين راب باران دي باران مثلا في شيء نباتك إيه إبلان غيثة كم ماشي غيثة كسبب أو شيء ببرانك واي راكم دوما بعكسه يعني جاري وهي إطلاقي مسبب بس سببه مسبب بس المسببين سبب كيدي ولا أمطرت سماء نباتك ولا أسمان جاي بارانت نباتك إني يعني بارانك إيش يا كسبب نباتك إذا كأو مسبب بس لا سبب كي حذف كلام سهم يعني إطلاق اسم كله بس جزء تجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في أذانهم يعني خو أصابعك ناس بس أنا فيش جزء كي يا ببي شو أنا وانا إطلاق جزء ما سبي كله كي أتي حالي براكم وكوالا رأيت عينا يعني جاسوسة كبيري دي خو عينك جزء كلا جيلا جاسوسة أو شيء إطلاق شيء جزء ما سفي كله هم يجاني جاسوس كله فين جميعا إطلاق ملزوم بس شيء بس لازمه أنا كلمتك وعني وعندي سلطان يستكانة كلمتك وعندي سلطان خسرنا تقول لك مش هالشيء يا بالجمع لذلك أبو كلمتك فاش وعندي سلطان وعني دي خص سلطان ما نحقدك شيء فاشا يكون سفي فاشا كني لازم أنا كسر دوا لبيه مثلاً إثباتك إذا سلطانك إيش يا دليلك إيه وهايا جاي قلت مثلاً حمد في شوانك إيه إذا مثلاً في شوانك إيه إطلاق لازم مثلاً في ملزومك إيه بكتي بس تجوزوا درجة عالية شيء بعشرة شغلة عندي عريض القفا كسر كم لا شيء بجملي بان يخو حقا بجملي بانية كسر بجملي بان بيان جبل يعني أو بس في إيش يا ما هو سبي ملزومك كشخص كه إنما عريض القفا بوشيا فش ما يعمل بعد حوتمي أما سين طلاقي إيش كبسيتي يعني أما سنبريني دوش اللي يجتهم بيتي أما كاره هني الله رأيته فرسا باشا كل فرسة كم بيني دي خور بس ما كي بيني هو نارس ما كي بيني هو إكو فرسة حكي أنا اللي يجتهم تكره كي بيني هو شيء أو إطلاقي اللي يشونه مشابه أحد المشابهين في الشكل وياه إطلاقي مطلق على المقيد جايبه مطلق بس مقيد كايبري باشا يا بعكسه لقرآن في لوزان مثلا زونا على إن شيء رقبة مؤمنة لشان رقبة إدخل رقبة لم رقبها الرقبين مؤمنين
هذا الرقم إطلاق المقيدة وسمق مطلقة مطلقة سمق مقيدة للقرآن في وزها معنا. وهروها مثلا دائما خاص بصر عام جاري وها اسمه قال خاص بصر فيشيا عمو مكيد يعني ظهم يا حق سكيد إطلاق عام خاص بصر عام باشا جاي زمان هيد وانظام حص في مضاف جاري وها مضاف ليش وين داعي شيء مضاف قلابي مضاف ليش وين داعي واسأل القليل حالي بلام جاري وها مثلا شيء ترمان هيد فيها سوانا كي جاري وها مضاف باسا كي مضاف ليه حظر كلاوة وانيا الله يعني ابن رجلي وانيا يعني أنا ابن جلع إذا أنا ابن جلاء يعني من ابن رجل جلاء مضاف به عظم كلاهو شو هذا هم يعني تسميه باسم جزء ما يتعلق به يعني واحد على فكش تك بين ديبه وهي بعض سكدوه وانيا إذا كان كذا كذا مثلاً كزور هنا كا زور مثلاً حزيلة كارا يصير سر خليز زورك وانيا الله ميال ميلي أول عاد يقوم ميال سبيش يعني ما يعني مثلاً زور زور ميلي هي يعني دائما شيء حاجب جي يعني بس شلون حاجة عقله بعد شجاري وها بانظام تسميش باسم ما يؤن إليه وكو عصير خمرة بعد شل القرآن أمانة شان ظهم يا تسميش شيء باسم ما كان اعتباري بيشو بيشو هو حو وصلنا حفهم يا بليتيلا شيء بليتيلا تسميح حال باسم محل اشتكينا مرض في مكانه كذي حالي برام فريد عناديا إذا نادي كخبر ناكي خلكي نام نادي كبانكي وأني القرآن همانا عكس كيد جاري وياه متسمي حلا مثلاً في حالة كيدي وكو فلمي ففي رحمة الله يعني ففي الجنة صار رحمة الله هناك من جاي يعني مثلاً في بعض سكيد وياه نوزده همين يعني إطلاق باسم آتي الشيء واجعل لي لسان صدقي باشا يعني واجعل لي لسان أخوي يعني ذكرا حسنا لسان صدقي وشيء ذكري يعني أخوي لساني هي نيتي با بيسمى يعني إطلاق الشيء على ما على بدله جاري واي إطلاق وسب بدله وقوله مثلا الله فلان أكل الدم ولا فلان كسر فينك إخوات دخو خن ناقده فينك إخوات وعني فينك إخوات إيمان كشرا أوكي بيسويك يعني جاري واي مثلا نكيرة بس يلا مثلا في عموما هذي بلاكم أو قوله علمت نفسه ونفسه هذا يقدرني يعني كل نفسي مثلا بيجي نفسني بيستويك بس بيستودع إطلاق أحد الضدين دوش ضديك أو سيئتي يعني وقال جزاء سيئة سيئة مثلها باشا إساق سيئة 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 مثلها لإخوة قال فما جزاء سيئة جزاء حسنة حسنيك مثلها معنية سيئة بيستوسيهم يعني إطلاق المعرف باللام جايبا معرف باللام بس بيبا نصفيد عنيك وادخلوا البعض لا يعني كل البعض وعني أقول بان وجاري واجهة شوارد بيسو شوارد ميما حذف الرسكاء حذف يبين الله لكم أن تضلوا يعني لألا تضلوا لألا تضلوا لألا تضلوا بضح بيسو بين جميل معا بريتيل الزيادة جاري واجهة الزيادة ليس كمثله أو كافر زياكرا ومجاز أما أني كباس ما نقل في يوتي الجهادة كوابو الجهادة كان بيقولي بلاغي قسلين جبين بيسو بينج علاقات هي لبين معنى حقيقي معنى مجازي أم بيسو بينج علاقاتها طبعاً ما استقرائية من جهة اللي كده شيء شيء وزيادة أما أنا فيه وده شيء مجازي مرسل ويا مجازي مرسل ها شنو كده ويا على الأقل إني واني مجازي حقتك يا تنين علاقات هي يكشدني وين أما أنا مرسل إيه جاب جدوايا فرمي شيء ما مرسل أم جاب فرمي وذلك مثل شيء وذلك مثل تسمية الشيء باسمي باسم جزئه وكوشي مثلا او علاقات انا كوتمان مجازي مرسل على كم مشابهه نبي وكوشي يا مجازي مرسل وكوشي وكو تسميت الشيء باسم جزئه ناونا نشتك بناء الجزء كيوشتك مثلا بي كل كيما جزئه كيما باس كدوا مثلا بي هميتي بس شي ما باس كدوا لانها فارشي كيما لباس كدوا كالعين للشخص الرقيب وكو تشابه سكين كاسك و شابيري خلقك انا ما انا جاسوس انا ما انا لبا رشاوكا علي رايت عينا من شابك بيني فلان خدي شابك سنة هذا هو كتسمية شابك روت شابك أو على أو هنا أو دو شابك هيدي وزي في أونية هل شخصك شخصك بكاملي أو تسمية شيئك شخصك يا بكاملي بلان شي معنى أبو دوا باسم جزئي تنها بشكي كشابك عنه رونا كابوك وكوي كده نمونا كانوا كو تسمية شيء باسم جزئي هي ما صبولا بقى قاسك تاوكم بيني إيه كتو هاد بشي كنت بله، آه.
باي قاس كركا واش ايه ثانيا انا نغني قاس سلكم بيني قاس ولا قاس سلكم بيني اذا قاس سلكم بيني عن شان كسك همي نقاس كخوي هاوا لو قاس كركا وكم بيني ومس في شخص كي اجيب لك قاس سلكم بيني قاس كيسلم بيني اه دستك براون بيني قاتك براون اه قاتك براون بيني هنا برام اه او باسمي كله يا بوكوتيني من ابو مجاس المرسل اويش تك باس جين وعني تسمي شيئا باسمي كله وهذا الجزء كباس المسمى في كلك وعني تسميت جزئي باسمي كله اه اما تسميت شيء باسمي جزئي بو ايوه تسميت شيء باسمي كله اما نجيب جين وجزء كي باس المسمى في كلك علي براكم يا كلك بعض مثلاً في جزء أكيد بعكس أما شيء كذا شيء كلك بعض أكيد مثلاً في شيء جزء أكيد وكوشينونا كالأصابع للأنامي وكوسري ممكن بنجكان بكارين والله مثلاً في سري بنجكان من كلام بنجا مثلاً في شيء دي جزء أقل بنجك سلكيتي كفاي قراءة فمي يجعلون أصابعهم في آذانهم أوان لترسي صواعق كانوا ترسي أورب تشقاني كباب ديكن پنجان دخنه کیوا دکن بناو گیانا یکو پنجان ناچه دناو گیو اما اوستی پیچی ها یجعلون اصابعهم یعنی یجعلون اناملهم او تسمیه کلا جزء باسمی کلیه تسمیه جزء اکا کچی ها که اناملا بناو چی و نو براو بناو کلکو که اصابع هم رونه براکم هرچنا من همون جالبتو ما اما لقرآن کلوزا ام جورا بابتانا دلاله رسش تیه اکا فيقولي بما ضل أو ندح حقدا أو ندر كان هي أو ندر سجان هي أجب ويان بكرائها هو فنجان دبريج بيعناه نكو أسمع وانيا يعني الأخواص إخوانا دينامي هم فنجكن بيعناه بزودنا نبيس إيه ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق وحذر الموت ولا تسيان مدن هي يعني أو تسيان مرجع فأخوانا هجت يكان بابو مرك اوان بهش شوازه چینه دیان زینه که تو بو یوان اما لك ابو دون من نمونه کنا وان تسبیش باسم جزئی بو و داشت کمان کله کمان ما بس وان جزئی کی مان باز کروا جاری واشی کن جو کله کبا سکه مثلا به چی دی جزء اکیتی او عکس یکتب وان ابراکم او باسم المسبب باسم مسببی باسم چی مسببه باسم مسببه مسببه باسم مسببه اه بوشي مسبب تسمين شيء باسم مسببي باسم سببي ابي مسبب يعني ايه باشا او باسم شيء مسببه يا خنا ونال اشتكى بشيء بنايس هو هين راوكا هو كباز ناكي هو هين راوكا بازك وانا ما سان فيه اوكي وكو شيء منك على العين الغيثه وايا اما شيء ما ابو حد براستی با من هد برانکه اصلاحیم با من بری با من روا برانکه نه بعد اصلاحیم یا رعینا ایما والله 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 خکانی خو من گیده وانی یا من ده با الله خکانی خو من لبرانکه برش که گید وانی برانکه گیده برانکه خو یه نه برانده خوارو وانی تو رعینا با چی بکاره هنده؟ با حیوان بکاره هنده یعنی ایم ولاخکانی خوامن آنه که ولاخو شی امد او گیمندن در چی پیمندن؟ در برانکه دیخو خودی برانکه گیای پیونی هم گیای پیونی وانیم ای کابو چی بوست من پی؟ اوه نباد وکاره با چی؟ او بران وکاره با نبادکه کابو غیتکه سببه اونا روزا پی چیه؟ مسببکه که نبادکه كتيا كنا بعدك أو باسم مسببي يعني أو باسم مسببه أو اسم مسببه وانيا أما مسببه وعطيه مشتك مع بعض كده كغيثك يا كغيثك كمان وشي بعض مثلاً في مسببي غيثك يا كتيا كنا بعدك شو كان غيث هو كارب وشي بروان جا كان نكوي خوي جابه طول الرعينة يعني إيه ما ولاخ كان من جادا لكويت جادا ولا بران ايه شيء نبات نبات كيروان جوتي بارانك بإذني الله جان رايا يا خوتي باسم مسببي مسببه يا خجاري واهيا اما شيء اكين مسببك السببك وكارك باسم مسببه مسببك وكار باسم اكين وانيا ايه وصابي شيء فالمياه بعكس وانيا
هو وكراو بعضك مثلاً في سببك إيه وأني هو وكراو بعضك إيه مثلاً في شيء في سبب كتير من مكان أمطرت السماء ذي أمطرت السماء نباتا ما شاء الله عليه وأخوة كرة أزمان جاي بعند الله أي رزق إيه كل أزمان جاي بعند أو بعد أو مجازا آخر بقول لك نبات باسكرو نبات مسببه مثلاً في شيء في سبب كذي كبارانة كه يعني آسمان باراني باران وبارانة كه كي أكاني قروان عمله ولا دروب كدروب نكده هو مجازا بل عن جناب اللي تيجي نجشيوانية أمطرت السماء نبا يا أمطر أمطرت السماء نباتا آسمان جاي وبراندي أي غيثا وهذا شيء براندوا باراني باران كابوس يا شيء تسمي نباتك مسببة مثلاً في سبب كذي كشيء كبارانة كه تو مقصود في سبب كه مسبين مسبين كه وهاي رقم أو يسمي ما كان عليه في الماضي يا خجاري واهي اشتي باسكين ماما مثلاً في شيء في حالتك في شو رابدوية كي استا باسكين مثلاً في حالتك شيء في شو يدي خواف فرمي وآتوا اليتامى أموالهم ايو بدنو بهتي وكان مالكان جاكاتي بي مالا في نادتو تاحتي وهتي وبي ما بي اكي بي بالغو بي شو فبي حتى اذا بلغوا نكاح فإن آنستم ردا فآتوا أموالهم اي شو فايقول فرمي أفرمي وآتوا اليتامى يعني الذين كانوا يتامى واليوم ليسوا يتامى او انا كوالي شيابون درابردوا هتي وبن اساتيني اسا هتي ونين اي كانوا يتامى في الماضي بأسأل الله راوسي إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم وسلم.